يلي قلبه علي وعم بفكر فيي وبحب يسهرني وبريد يطهرني ياخدني ويجيبني والوحدة ما يسيبني. تسلم دياتو تسلم دياتو. داليدا، يعني لو بتساعديني بالضبع قد ما بتغني كنا خلصنا عزيل البيت كله. ايه ليش انا شو عم بعمل؟ عم طول التياب. رتبت الأوضة كلها ونظفت الحمام وبعدك عم تطوي كم قطعة؟ اوف، كل شغل علي بهالبيت، ما انا عملت كل خزانات البيت. داليدا، طيب هي الخزانة بس بتعرفي الانسان ما في يعمل كنترول على قلبه، وانا اخ يا قلبي. ايه خدي كنسة قومي. اوكي كنسي يا اختي يا حبيبتي، بعمل اللي بدك. يا صبابين الشاي زيدوا حالاته ويلي ما هاتي اذا هيك بدك تكنسل عبكره ما منخلص. هاتي بقلك شغله، هدي يا اختي حبيبتي اعملي اللي بدك. بكي شي داليدا اليوم؟ ولا شي، مغرومه رح موت من الغرام وانا رح موت من الهبل. ليكي كيف لقيتي لي رمزه حبيبي؟ شو بعدكن عم تعملوا؟ عم كنس. طب عجليلك شوي يا امي، بدي حدا يجي يساعدني بالمطبخ. خدي داليدا تساعدك. شو امي؟ بكي شي؟ ولا شي امي، مبسوطه وقايمة in good mood وعم بشتغل بالبيت من كل قلبي. ايه قومي ساعديني بالمطبخ واشتغلي من كل قلبك. تكرم عينك امي يا حبيبتي، انا بحبك وبحب بي وبحب اخواتي كلهم، حتى ميمي بحبها. بهالشي اختك امي، خديها معك على المطبخ وخليها هونيك اكبر وقت ممكن، لانه اذا بتضل بوجهي رح تعمل لي انهيار عصبي. ايه طيب يا صبابين الشاي زيدوا حالته يلي ما بيعشق وبيسهر لشو حياته. يا صبابين شو امي بلشتي؟ برافو عليك يا حبيبتي، في اشطر منك انت. هيك امي متفشتي لي البقدونسات هون وهون ويلي ما بيعشق. يلا امي حبيبتي على هالمعدل بناكل تبولي بكره، هاتيهم لهون. خدي بصلي، قشري لي بصلي وفرميها. اوكي امي. هون ما بيحطوا البطاطا هون. يلي قلبه علي وعم بفكر فيي. شو عم بعمل؟ هاتي لهون. حطي، خدي هاي بطاطا، قشري لي البطاطا، تفضلي. اوكي امي. عالبطاطا يا عيني عالبطاطا، قديش مستحلي اعيش جنبك يا ابو الدراويش، تغديني خبز وزيتوني وتعشيني بطاطا. قومي اطلعي من المطبخ، قومي نزعتي لي كل شيء واطلعي من المطبخ، مش معقول شو رخوي اليوم. قومي بعثيني. كنت رح تجيب لي سكتي القلبيه.